من عمان ينضم إلينا إبراهيم فواز الجباوي، مدير الهيئة السورية للتعليم. دكتور إبراهيم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. للتعليم، للإعلام. نعم، عفوا. إن بدأنا دكتور إبراهيم، يعني خلافات جديدة تبرز بين الفصائل المتواجدة في الجنوب، يعني بسبب الاتفاق الذي ترعاه روسيا. يعني هذا الأساس أو يعني هذا الخلاف يعود إلى العرض الروسي الذي لا يتضمن خروج الرافضين للاتفاق. يعني ما سبب ذلك دكتور إبراهيم؟ يعني يؤسفني أن أقول لكم بأن معظم تقريركم أو معظم جزء الأخبار عن هذه المنطقة الذي تكلمت به قبل قليل مأخوذ من إعلام النظام للأسف الشديد. يعني ما في غير الخبر الأخير وهو إعلان النفير، هذا هو الخبر الصحيح عن 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 فريق إزالة الأزمة. ما أريد أن أقوله وبوضوح وبصدق، لن أبالغ إطلاقا، لا يوجد هناك خلافات إطلاقا، لا يوجد هناك خلافات. استؤنفت قبل قليل الجولة الثالثة من المباحث من المفاوضات، البنود التي أشيع وادعى الكثير أنها هو بنود الاتفاق، لا، هي ليست بنود، هي بنود مشروع اتفاق قدم مقترحا من القوى، من المفاوض الروسي إلى المفاوض عن الثورة، وأخذ المفاوض عن الثورة وعاد إلى مرجعيته ليتشاور بها مع المرجعية، واليوم عادوا وحملوا الردود على تلك البنود. هذا الذي جرى. أما اليوم الثلاثاء، لماذا لم تدخل القوات ولم يسلم أحمد العودة فرضا باقي أسلحته؟ اليوم الثلاثاء وها هو النهار خلاص. يعني لا، هذا كلام قناة المنار وقناة الدنيا أو قناة سما. استغرب كيف تأخذونه وأنتم محسوبون على الثورة، يعني غريب وعجيب. شكرا، الله يعطيكم العافية. طيب دكتور خلينا بالموضوع. يعني هون طيب هل دكتور إبراهيم تحكي بتردد اخبار الاعداء والموالين للنظام؟ طيب دكتور إبراهيم، طيب دكتور إبراهيم، خلافا عن الانقسام، خلينا نقول ما في انقسام بين الفصائل، الخيارات المطروحه امام الفصائل الان في الجنوب ما هي برايك؟ الفصائل اليوم اوكلت عنها وفدا تفاوضيا، وضم هذا الوفد ايضا مفاوضين عن محافظه القنيطره لتكون المباحثات والمفاوضات تشمل المنطقة الجنوبية بالكامل وليس محافظة درعا فقط. لذلك الفصائل كلها تنتظر ماذا سيجري أو ماذا سينتج عن تلك المفاوضات، لكن لا توقف خيار الدفاع عن النفس. هي ما زالت تدافع عن نفسها، واليوم كان هناك اشتباكات عنيفة في المنطقة الغربية من محافظة درعا على تخوم مدينة درعا عند كتيبة الجوية وعند مدينة طفس، يعني معارك على أشدها. تم بالأمس تدمير 7 دبابات، واليوم تم تدمير عربة ودبابة للنظام. بالأمس كان هناك حصة قريتين بس الجيزة وصيدا، 100 صاروخ من طرف النظام، لا تزال الصواريخ تنهمر على القوى، على القرى والبلدات في المحافظة. باستثناء الطيران، اليوم لم يخرج الطيران، وذلك يعتبر كبادرة حسنية من الروس على أنهم جادون في هذه المفاوضات. نعم. طيب يعني دكتور إبراهيم، بخصوص يعني تقدم النظام مع التواجد الإيراني هناك، يعني كيف ترون ذلك؟ لا تقدم منذ أول أمس، لا تقدم للنظام ولا على أي جبهة. حاولت الاقتحام باتجاه مدينة طفس وقد ردت على أعقابها، وكبدت أكثر من 50 قتيل و7 دبابات، إضافة إلى عربات ومجنزرات وسيارات. إذا ليس هناك تقدم للنظام. أما القصف من بعيد فهو مستمر، لا يتوقف أبدا. نعم. طيب دكتور، بشأن النازحين، يعني الآن هم على الحدود، وحديث من قبل الأردن أن بينهم مسلحين. يعني لا أعتقد، يعني الأخوة الأردنيين رأوا فعلا المسلحين. المسلحين هم عبارة عن بعض الأفراد الذين كانوا في مواقع القتال وذهبوا ليؤمنوا أهلهم في منطقة آمنة، وثم عادوا لساحات القتال، عادوا لساحات القتال. لم يبقى مع النازحين اي مسلحين اطلاقا، والاخوه الاردنيين مكسورين الخير ما قصروا، ادخلوا الاغاثه وادخلوا. اذا بذلك يمكن القول بان هذه حجه من قبل الاردن لا تدخل هؤلاء النازحين اليها مجددا؟ يعني لا، نحن مع ان لا تدخل النازحين اليها. نعم. لأنه لو دخلوا النازحين إلى الأردن لا أدخلوا بدلا منهم في سوريا وفي عموم المناطق إيرانيين وأفغان.
نعم تغيير ديموغرافي. نعم نحن نتفهم هذا من الطرف الأردني ونشكره على أنه هو الدولة الوحيدة التي تقدم اليوم الإغاثة لهم. نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم فواز الجباوي مدير الهيئة السورية للإعلام، كنت معنا من عمان.